حتى ولو محمول تدخل بداله. اذا فهد المهلل التغيير الثاني لمنتخبنا ايضا اجباري. هدفاته اول كره يستلمها، لعبة سريعه وطويله في اتجاه ماجد عبد الله. ماجد بيجري ومعه ايمن الحسيني. عرضيه المهلل، المهلل لماجد حلوه. يلا يا ماجد، هو ده الجول الثاني، هو ده الجول الثاني، هو ده الجول الثاني، هو ده الجول الثاني. هو اللي يشكر ايضا اللاعب اللي يصلح الهدف. المهلل من يوم ما نزل تمريتين، واحدة لماجد وارتدت والثاني جاب منها ماجد الهدف. برافو يا شباب، ماجد احمد عبد الله والهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. شايفين ماجد انطلق من وسطهم وعمل نفس الاسلوب، موع على المكيمي ولعبها وهو منطلق الى قلب المرمى الكويتي ليعلن تأهل المنتخب السعودي وحقيته بتمثيل المجموعة الخامسة في التصفيات النهائية لآسيا عن لبطولة كأس العالم. ألف مبروك لمنتخبنا، ألف مبروك. دي كرة ماجد، شايفين دخل بها وهوب على الحارس وحطها. ده